بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي مهندس أحمد محمد السمكاي. إن شاء الله استكمالا لسلسلة فيديوهات مادة الثيرموداينامكس من كتاب Thermodynamics and Engineering Approach ليوناس شينجل آند ميشيل بولز، الإصدار الثامن. هنبدأ النهاردة إن شاء الله في شابتر 5، نتكلم فيه على الماس آند انرجي أناليسيز اوف كنترول فوليومز، ومعادنا في الفيديو بتاع النهارده في الايتم رقم 1 في شابتر 5 هنتكلم فيه على الكونسرفيشن اوف ماس. قبل ما نبدا نعرف ايه هو الكونسرفيشن اوف ماس، مبدئيا هنحتاج نفهم تعريفين مهمين جدا. اول تعريف هو الماس فلو ريت، وبنديها الرمز M دوت. الماس فلوريد هو عبارة عن كمية الماس اللي بتمر من خلال كروس سيكشن اريا معين بير يونت تايم. معنى كده ان هي بتساوي كمية الماس اللي بتمر الماس بير يونت تايم، وبالتالي الوحدة بتاعتها كيلو جرام بير سكند. لو افترضنا ان انا عندي كروس سيكشن معين وليكن بالشكل ده، وعايز احسب الماس فلو ريت على مساحة وليكن مساحة بالشكل ده، عايزين نحسب الماس فلو ريت هنا هنسميها وليكن دلتا ام. هنلاقي ان الدلتا ام بتساوي، طبعا هنسميها دلتا ام دوت ماس فلو ريت، بتتناسب تناسب طردي مع الدنسيتي بتاعت الفلويد والسرعة اللي بيعدي بيها الفلويد خلال الكروس سيكشن ده و الاريا بتاعت الكروس سيكشن. بالتالي الاريا بتاعت الكروس سيكشن وليكن هنسميها هنا دلتا ايه كروس سيكشن، وبيمر ب فيلوسيتي الفيلوسيتي العمودية في ان، والكثافة بتاعت الفلويد هنسميها رو. فبالتالي الدلتا ام هنا هتساوي رو في السرعة العمودية في ان في الاريا دلتا ايه كروس سيكشن. لو انا عايز احسب الام دوت التوتال هتساوي تكامل البارشال ام دوت على الكروس سيكشن اريا باكمله، وبالتالي هيساوي تكامل على الكروس سيكشن للرو في الفي ان في دلتا ايه كروس سيكشن، وبالتالي هتساوي الرو تنزل زي ما هي، والفي هناخد الافرج فيلوسيتي على الكروس سيكشن اريا كله، وليكن الكروس سيكشن اريا ده كده اللي كنت واخد منه جزء في الكروس سيكشن اريا بتاع التيوب دي او البايب دي، وبالتالي هلاقي الام دوت هنا وحدتها تطلع بالكيلو جرام بير سكند. طيب التعريف التاني معانا النهارده هو الفوليوم فلو ريت، بياخد الرمز في دوت. الفي دوت هو الفوليوم اوف فلويد اللي بيمر خلال كروس سيكشن معين بير يونت تايم، وبالتالي هيساوي فوليوم بير تايم، وبالتالي الوحده متر مكعب بير سكند. لو شفنا الفي دوت هنلاقي الفي دوت بتساوي خلال برضه نفس الكروس سيكشن اريا ده هتساوي تكامل على الكروس سيكشن اريا اي سي للفي ان الفلوسيتي في الاريا اللي هي دلتا اي سي، وبالتالي هتساوي لو كملنا الكلام ده هنلاقي هناخد الفي افريج على الكروس سيكشن اريا توتال في الكروس سيكشن اريا اي سي هي السرعة في المساحة، وطبعا الوحدة متر مكعب على السكند زي ما
وبالتالي من المعادلتين دول هلاقي ان انا ممكن احط الام دوت بتساوي الرو تنزل زي ما هي، والفي افريج في الكروس سكشن اريا ايه هو نفسه الفي دوت، يبقى الام دوت بتساوي الرو في الفي دوت. طبعا الام دوت وحدتها كيلو جرام بير سكند، الرو كيلو جرام لكل متر مكعب، والفي دوت بالمتر مكعب بير سكند. دي كده وحدات بتاعه المعادله بتاعتي، وهلاقي ان ده حل للسؤال 2 سي، سؤال رقم 5 2 سي conceptual question في الكتاب في الإصدار الثامن اللي احنا قلنا عليه. طيب عرفنا ايه هي الماس فلو ريت وايه هي الفوليوم فلو ريت، نشوف بقى الكونسرفيشن اوف ماس برنسبل بيقول ايه. conservation of mass principle conservation of mass principle بيقول ان انا ان مقدار التغير في الماس بتاع السيستم بتاعي، طبعا احنا هنا بنتكلم في شابتر 5 على الكنترول فوليوم او على الاوبن سيستم، الاوبن سيستم زي ما قلنا قبل كده بنسميه كنترول فوليوم. فنتكلم دلوقتي التغير في الماس بتاعه الكنترول فوليوم هيساوي كميه الماس اللي دخلت ام ان ناقص كميه الماس اللي خرجت اللي هي ام اوت، طبعا الوحده بالكيلو جرام. طبعا التغير في الماس بتاع الكنترول فوليوم هو نفسه بيساوي الماس النهائية او كمية الماس الموجودة داخل السيستم في نهاية البروسيس ناقص الماس انيشيال اللي هي الماس اللي كانت موجودة في بداية البروسيس بتاعه، ام فاينل ناقص الام انيشيال، وبالتالي نفهم من كده الام فاينل ناقص الام انيشيال بتساوي الام ان ناقص الام اوت بالوحده كيلو جرام. طيب لو جبناها بصيغه المعدل، معدل التغير في الماس، فبالتالي هيبقى معدل التغير في الماس اللي هو الماس فلو ريت اللي داخل ام دوت ان ناقص الماس فلو ريت اللي خارجه الام دوت اوت هيساوي مقدار التغير في الام بتاع الكنترول فوليوم بالنسبه للزمن دي تي، وفي الحاله دي هيبقى الوحده بتاعه المعادله كيلو جرام بير سكند اللي احنا حولناها لماس فلو ريت. يبقى الام دوت ان ناقص الام دوت اوت بيساوي معدل التغير في الماس بتاع الكنترول فوليوم بالنسبه للزمن. لو احنا بنتكلم على ستيدي فلو بروسيس زي ما اتكلمنا قبل كده على الستيدي فلو بروسيس، قلنا ان الستيدي فلو بروسيس معدل التغير في البروبرتيز بالنسبه للزمن بيساوي صفر، مفيش تغير للخواص مع الزمن، وبالتالي هتبقى هنا معدل التغير في الماس بتاعه الكنترول فوليوم بالنسبه للزمن بتساوي صفر، لان في الحاله دي الماس هتبقى ثابته مع الزمن. بالتالي هنا هلاقي ان الام بتاعه الكنترول فوليوم هتساوي كونستانت، وبالتالي اذا التغير في الام بتاعه الكنترول فوليوم بالنسبه للتغير في الزمن هتساوي صفر. نفهم من كده بما ان من المعادله دي يبقى انا عندي الام دوت ان ناقص الام دوت اوت بتساوي زيرو، اذا الام دوت ان لازم تساوي الام دوت اوت. طيب لو افترضنا ان انا عندي تانك وفي اكتر من دخل واكتر من خارج، في مثلا تانك بالشكل ده وليكن تانك بالشكل ده، عندي هنا في ماس فلويد داخله وهنا برضه في ماس فلويد داخله وعندي هنا ماس فلويد اوت،
وهنا ماس فلويت اوت. والبروسيس في العمليه دي ستيدي فلو بروسيس، فبالتالي هنقدر نقول ان الام دوت ان من الناحيه دي زائد الام دوت ان من الناحيه دي لازم يساوي الام دوت اوت زائد الام دوت اوت، وبالتالي سميشن الام دوت ان لازم يساوي سميشن الام دوت اوت. طيب لو رجعنا تاني للمعادله بتاعت الام دوت ان بتساوي الام دوت اوت، احنا قلنا الام دوت بتساوي رو في الفي في الاي. لو قلنا الحالة ان هي الحالة رقم واحد والاوت هي الحالة رقم اتنين، فبالتالي هيبقى رو واحد في واحد ايه واحد ايكوال رو اتنين في اتنين ايه اتنين، في حالة طبعا الام دوت واحد بتساوي الام دوت اتنين. بالتالي من خلال المعادلة دي اقدر اشوف التغير في الخواص ممكن يكون بيتغير ازاي. هناخد كونديشن مهمة جدا هنتعامل فيها بيها في خلال الكورس بتاعنا، وهي لو افترضنا ان كومبريسبل فلو، لو افترضنا ان الفلو ان كومبريسبل، اتكلمنا طبعا على الان كومبريسبل في الشابتر اللي فات، وقلنا الان كومبريسبل فلو هو الفلو اللي الدنسيتي او السبيسيفيك فوليوم بتاعه بيكون ثابت، وقلنا الخاصيه دي بتتوفر في الليكويدز والسوليد. وبالتالي بما ان انا عندي في الكومبريسبل فلو رو بتساوي كونستانت، وبالتالي رو واحد بتساوي رو اتنين، لو عوضنا بالكلام ده في المعادله اللي قلنا عليها من شويه رو واحد في واحد في الاي واحد بتساوي رو اتنين في اتنين في الاي اتنين. بما ان رو واحد بتساوي رو اتنين في الانكمبرسبل فلو، فاقدر اطير المقدار ده مع المقدار ده، فاذا هنلاقي ان الفي واحد اي واحد هتساوي في اتنين اي اتنين. الفي واحد في الاي واحد ده اللي هو الفي دوت اللي هو الفوليوم فلو ريت، يبقى انا عندي الفي دوت واحد هتساوي الفي دوت اتنين، ده في حالة الانكمبرسبل فلو. الفي دوت واحد هتساوي الفي دوت اتنين في حالة الانكمبرسبل فلو. يبقى بالتالي في الستيدي فلو بروسيس لازم الام دوت واحد تساوي الام دوت اتنين، لان التغير في الكتله بتاعه الكنترول فوليوم بيساوي صفر. وبالتالي بما ان الماس فلو ريت واحد، لو افترضنا ان فلو انكمبرسبل فلو، فبالتالي الفي دوت واحد هي كمان بتساوي الفي دوت اتنين. اما في حاله لو هو ستيدي فلو بروسيس بس ما هوش انكمبرسبل فلو، فبالتالي مش شرط ان الفي دوت واحد هتساوي الفي دوت اتنين في حاله لو الكثافه قيمتها بتتغير، فبالتالي هيبقى كثافه هيبقى الفوليوم فلو ريت هو كمان بيتغير. طيب هنشوف بقى الكلام ده بنحل عليه مسائل ازاي. السؤال 5-1 بيقول امتى الفلو يبقى ستيدي؟ طبعا الفلو بيبقى ستيدي في حالة لو مفيش تغير للخواص بتاعت الفلو مع التايم. تمام، اجابة سهلة وسؤال بسيط، دي الاجابة السريعة عليه. السؤال 5-2 conceptual bundle جاوبنا عليه في واحنا بنشرح المحاضرة. كان السؤال بيقول ايه هو تعريف الماس فلو ريت وايه هو تعريف الفوليوم فلو ريت وايه العلاقه اللي بتربط ما بينهم، وحلينا الكلام ده وطلعنا المعادله اللي بتربط ما بين الماس فلو ريت والفوليوم فلو ريت. السؤال 5-3 سي بيقول لي does the amount of mass entering a control volume have to be equal to the amount of mass leaving during an unsteady flow process؟ هل لازم كميه الماس اللي داخل الكنترول فوليوم تكون بتساوي الماس اللي خارجه من الكنترول فوليوم during the unsteady flow process؟ طبعا لا، قلنا الكلام ده بس في حاله الستيدي فلو بروسيس، وبالتالي هنقول له no they don't equal، لا هما مش متساويين الا في حاله لو كانوا steady flow process. السؤال 5-4 سي بيقول لي consider a device with one inlet and one outlet. If the volume flow rates at the inlet and at the outlet are the same، لو الفوليوم فلو ريت
ثابت عن الدخل والخارج. هل هيكون الفلو through this device necessarily steady and why؟ طبعا احنا قلنا الفوليوم فلو ريت اللي داخل بيساوي اللي خارج في حالة بس الاستيدي، لما يكون الفلو incompressible flow. فبالتالي عشان نجاوب على السؤال ده هنقول له نو نو. في حالة الفوليوم فلو ريت بتاع الانلت والاوتلت بيساوي بعض، مش لازم يكون الفلو استيدي الا unless the density is constant. الحالة الوحيدة اللي يبقى لازم يكون فيها الفلو ستيدي في حالتين الفوليوم فلو ريت اللي داخل واللي خارج متساويين هو ان الدنسيتي تكون كونستانت، وبالتالي هنلاقي ان الام دوت بتساوي رو في الفي دوت. لو رو ثابتة فبالتالي لازم تبقى الفي دوت هي كمان ثابتة، علشان في الاخر تبقى الماس فلو ريت ثابتة بالنسبة للستيدي فلو بروسيس. مسألة 5-5 بيقول لي the ventilation fan of the bathroom of a building has a volume flow rate of 30 liter per second and runs continuously. If the density of air inside is 1.2 kg per meter مكعب, determine the mass of air vented out in one day. عايز كمية الهواء اللي بتخرج في يوم كامل. طبعا هو مديني الفوليوم فلو ريت الجيفن عندي الفي دوت 30 لتر بير سكند. لو عايزين نحولها لمتر مكعب بير سكند بنضرب في 10 اس سالب 3، بالتالي 30 في 10 اس سالب 3 متر مكعب بير سكند. بيديني كمان ان الدنسيتي بتاعت الهواء الرو بتاعت الهواء قيمتها 1.2 كيلو جرام لكل متر مكعب. المطلوب عايز الام الماس اللي بتخرج خلال يوم كامل، يبقى require هو الام in one day. يبقى عشان نحل المعادلة دي او المسألة دي solution، هلاقي ان انا الاول محتاج احسب الام دوت الماس فلو ريت خلال الثانية الواحدة. الام دوت بتساوي رو في الفي دوت، يبقى بتساوي رو 1.2 في الفي دوت اللي هي 30 في 10 اس سالب 3. هلاقي قيمة الام دوت بتاعة الهواء بتساوي 0.3036 كيلو جرام بير سكند. بما اننا طلعنا الام دوت دي كده الماس فلو ريت خلال الثانية الواحدة، لو انا عايز اطلع التوتال ماس خلال يوم كامل يبقى اضرب الماس فلو ريت خلال الثانية الواحدة في عدد الثواني خلال اليوم كله. يبقى بالتالي اذا الام اير هتساوي الام دوت في دلتا تي، يعني بتساوي بوينت 0.036 كيلو جرام بير سكند في الدلتا تي اللي هو الوان داي، نحولها لثواني. انا عندي 24 ساعة في اليوم، هضربها في 3600 ثانية، فبالتالي هيطلع اذا الام اير هتساوي 3110 كيلو جرام خلال اليوم كله in one day. ده بالنسبة للمسألة رقم 5-5. المسألة رقم 5-7 يقول لي air enter 28 سنتيمتر diameter pipe steadily. الاير ماشي steadily في pipe الديامتر بتاعها 28 سنتي. معنى كلمة steadily الام دوت اللي داخلة هي نفسها الام دوت اللي خارج. الكونديشن اللي داخل بيها الهواء 200 كيلو باسكال، ده البريشر، مع temperature 20 سيليزيوس with a velocity of 5 meter per second. Air is heated as it flows. طول ما الهواء بيمر من البايب بيحصل له heating، بضيف له Q and leave the pipe at 180 كيلو باسكال و 40 سيليزيوس. دي الكونديشن اللي خارج بيها الهواء. Determine
الجزئية رقم واحد أو المطلوب رقم واحد الـ volume flow rate of air at the inlet، الـ volume flow rate بتاع الهواء عند الكونديشن اللي داخل بيها. تاني حاجة الـ mass flow rate بتاع الهواء عند الدخول، وآخر حاجة عايز يحسب الـ velocity والـ volume flow rate عند الـ exit. الـ velocity والـ volume flow rate عند الـ exit. عشان نحل المسألة نبدأ الأول ناخد الـ givens. بيقول لي في الـ givens أول حاجة الـ diameter 28 سنتي، يعني 28 من 100 متر بضرب في 10 سالب 2. الـ pressure P1 عند الدخول أسميها دي كونديشن 1، وعند الـ exit دي كونديشن 2. فالكونديشن عند الدخول P1 بتساوي 200 كيلو باسكال، والـ T1 20 سيليزيوس، أجمع عليها 273 يعني 293 كلفن. بـ velocity الـ V1 5 متر بير سكند. قال لي بعد كده إن بيتم بيحصل هيتنج، خلى الكونديشن اللي خارجه ال P2 عند 180 كيلو باسكال، وال T2 40 زائد 273 يعني بتساوي 313 كيلو. ده بالنسبة لل T2. require مطلوب أول حاجة الـ volume flow rate of air at inlet، الـ V dot عند نقطة واحد. تاني حاجة الماس فلو ريت عند النقطة واحد برضه الـ M دوت واحد، وتالت مطلوب الـ velocity والـ volume flow rate عند الـ exit الـ V2 والـ V دوت 2. هنبدأ نحل. أول حاجة نقدر نحسبها من هنا هي الـ V دوت واحد. الـ V دوت واحد بتساوي السرعة بتاعة الهواء V في الـ area بتاعة الباي، بتساوي ال V1 في ال A1. طبعا ال A1 وال A2 هما الاتنين واحد، لان ال A البايب الديامتر بتاعها كونستنت، فبالتالي ال area واحدة سواء ال A1 او ال A2. طيب ال V بتساوي ال V1 بخمسة متر بير سكند في ال A1، عندي البايب الديامتر بتاعها 28 من 100 متر، فبالتالي الديامتر بتاعها باي على 4 في الديامتر سكوير، يعني بتساوي 5 في باي على 4 الديامتر سكوير اللي هو 28 من 100 سكوير. هلاقي من هنا ال V دوت 1 قيمتها بتساوي 0.3079 متر كيوب بير سكند. ده كده المطلوب الاولاني. طيب الام دوت واحد بتساوي رو واحد في الفي دوت واحد. بما ان انا شغال على الهواء، الهواء نقدر نعتبر ان هو ايديال جاز، وبالتالي بيخضع للايديال جاز ايكويشن اللي بتقول البي واحد بتساوي رو واحد في الار في التي واحد. ده شكل من اشكال الايديال جاز ايكويشن اللي اتكلمنا عليه. فبالتالي هنا رو واحد بتساوي ال P1 على ال R في ال T1. نقدر نشيل ال R1 ونعوض بدلها بالمقدار ده، يبقى بيساوي ال P1 على ال R في ال T1 كما مضروب في ال V.1. إذا ال M.1 equal ال P1 اللي هو 200 كيلو باسكال على ال R بتاعة الهواء، طبعا قيمتها محفوظة بالنسبة لنا، أو نقدر نجيبها من التابلز الخاصة بالجاز كونستانتس. نقدر نجيب من الار بتاعة الاير 0.287 في التي واحد اللي حولناها ل 293 كيلو. كان موضوع في الفي دوت واحد اللي احنا حسبناها 0.3079، يطلع الام دوت واحد قيمتها هتساوي 0.7318 باستخدام الكالكوليتر كيلو جرام بير سكند. دي ال M دوت واحد. بما ان الفلو قال لي ان هو ستيدي فلو،
إذن الـ m دوت 1 بتساوي الـ m دوت 2 for steady flow، وده أثبتناه في المحاضرة. وبالتالي الـ m دوت 2 هي نفسها، الـ m دوت 1 هي نفسها 0.7318. طيب أنا عايز أحسب إيه؟ عايز أحسب الـ v 2 والـ v دوت 2. من نفس المعادلة دي الـ m دوت 1 بتساوي رو 1 في الـ v 1، نقدر نقول الـ m دوت 2 بتساوي رو 2 في الـ v دوت 2. إذن الـ v دوت 2 بتساوي الـ m دوت 2 على رو 2، يعني بيساوي رو 2 بتساوي، طبعا هي الـ m دوت 2 زي ما هي، رو 2 نقدر نشيلها ونحط بدلها نفس المعادلة دي، رو 2 هي كمان بتساوي الـ b 2 على الـ r في الـ t 2. فإذا شيل رو 2 وحط بدلها b 2 على الـ r في الـ t 2، وأعوض في المعادلة دي نقدر نحصل على الـ v دوت 2. الـ m دوت 2 هي 0.7318 على الـ p 2 180 على الـ r 287 في الـ t 2 اللي حولناها لكلفن 313 كلفن. باستخدام الآلة الحاسبة نقدر نطلع الـ v دوت 2 بتساوي 0.3654 متر مكعب بير سكند. الـ v دوت 2 بتساوي الـ v 2 في الـ a 2، قلنا الـ a 2 هي نفسها الـ a 1، يبقى بتساوي الـ v 2 في باي على 4 في الديامتر سكوير. إذن الـ v 2 بتساوي الـ v دوت 2 على الاريا اللي هي باي على 4 في الديامتر سكوير. الكلام ده هيساوي v دوت 2.3654 على الـ v على الباي على 4 في الديامتر 0.28 سكوير. نطلع من هنا قيمة الـ v 2 بتساوي 5.94 متر بير سكند. وبكده تكون خلصت المسألة 5-7 بكل الجيفن اللي هو بكل القيم اللي هو كان عايز يحسبها. إن شاء الله المحاضرة الجاية هنكمل في شابتر 5، هنبدأ في الايتم رقم 2. بالنسبة للجزئية دي هتلاقي فيها أكتر من مسألة محلولة غير المسائل اللي احنا حليناها سوا، 3 أو 4 مسائل كمان محلولين. لو في أي استفسار تقدر تتواصل معايا على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك على الشاشة. تحياتي مهندس أحمد محمد سنكر.